تفضل يا شيخ. قال: فمن سمع منه بعد أن عمي فهو ضعيف السماع، وممن سمع منه قبل ذلك. خلي بالك من التقييد إنه هو ضعيف السماع بس، لكن لو قال له أجزني بكتبي أو ناولني كتب ناوله كتبه فلا يضر هذا، لأن كما سيأتي كلام ابن الإمام العراقي إنه هذا الاختلاط الذي كان في آخر عمر عبد الرزاق لم يؤثر في كتبه، فلو جاء له في حالة بعد ما عمي وقال له أنا أريدك أن تجيزني بما في كتبك فأجازه، أو أتاه بكتبه دي وقال له ناولني إياها وناوله إياها مقرونة بالإجازة، فهذا لا يشمله الاختلاط. وطبعا دي تنسحب على كل من كان له كتب أو مصنفات ممن وصف بالاختلاط، وممن سبق قبل عبد الرزاق في هذا الكتاب اللي هو تدريب الراوي سعيد ابن أبي عروبة. وسعيد ابن أبي عروبة كانت له أو كان من أوائل الذين صنفوا الكتب بالبصرة، وعندما ترجع إلى ترجمته تجد أن الذين رووا عنه كتبه كتب سعيد بن أبي عروبة شخصان، واحد قال إني أنا كتبت كتب سعيد كلها ثم أمرني أبي أن أمحوها فمحوتها، وبالتالي أصبح ما يرويه هذا الرجل عن سعيد يدخل في الاختلاط. وواحد تاني اسمه عبد الوهاب ابن خفاف، وهذا أحد الذين ذكروا في ترجمة سعيد إنه هم رووا عنه قبل الاختلاط. وعبد الوهاب هذا كتب في ترجمة سعيد إنه هو الذي روى جميع كتب سعيد، فيعتبر ما رواه سعيد ما رواه عبد الوهاب بن خفاف عن سعيد غير داخل في اختلاطه، من ناحية إنه سمع منه قبل الاختلاط، ومن ناحية إنه هو الوحيد اللي جاءت في ترجمته إنه هو كتب كتبه، فيبقى هو أقوى من روى عنه قبل الاختلاط، لأنه جمع ما بين رواية الحفظ وما بين رواية الكتابة، وأنه إذا جاء الحديث من طريق عبد الوهاب عن سعيد فهو مما دخل في كتب سعيد ولا يشمله الاختلاط، كذلك الحال عن عبد الرزاق كما سيأتي. فضل مولانا. وممن سمع منه قبل ذلك أحمد وابن راهويه. أحمد بن حنبل. نعم. وهو لذا، ولكن لما الإمام أحمد رحل إلى عبد الرزاق مرتين، المرة الأولى سمع منه، المرة الثانية لما عرف أو لاحظ الاختلاط لم يسمع منه، وقال لله دراهم أنفقناها إلى صنعاء، لأنه كان قاصد برحلته بالدرجة الأولى عبد الرزاق ولم يسمع منه شيئا غير ما كان قد سمع منه قبل ذلك وما هو في مؤلفاته. أحمد وابن راهوية وابن معين وابن المديني ووكيع في آخرين. طبعا الآخرين دول من كتب التراجم الموسعة اللي هي ترجمت لعبد الرزاق، وأيضا اللي ترجمت لهؤلاء التلاميذ، فأحيانا لا توجد في ترجمة الراوي الأصلي معلومة، فإذا رجعت إلى تلاميذه تجد هذه المعلومة مذكورة، ويتكامل المعلومات عن الراوي من ترجمته ومن ما يذكر في شيوخه ومن ما يذكر في تلاميذه. وبعده
أحمد بن محمد ابن شبوية. شبوية بعده يعني بعد الاختلاط. نعم. ومحمد ابن حماد الطهراني. نعم الطهراني. الطهراني أيوه. نعم. لا الطهراني معروف. معلش اللي هو عنده غير ما يقرأ الشيخ يعدل عليه. وإسحاق بن إبراهيم الدبري. نعم. قال ابن الصلاح. معروف إن إسحاق الدبري ده هو أحد رواة مصنف عبد الرزاق بكامله عن عبد الرزاق، فاجتمع له أمران. الأمر الأول أنه تلقى عنه مروية مصنفاته، والأمر الثاني أنه سمع منه أحاديث مفرقة، فالاختلاط ينسحب على الأحاديث المفرقة، أما المدونات فلا ينسحب عليها، وانسحابه على الأحاديث المفرقة سيأتي الكلام عنها، إن هو كان في سن صغيرة وقت السماع، وتحديد السن الصغيرة بحسب طرق التحمل والأداء إنه ما يعتبرش الدبري صغير، لأن أقل سن تسوغ أن يروي بالتحديث أو بالسماع 5 سنين، والدبري كان 6 سنين، فاستصغاره في السماع من عبد الرزاق خلاف ما قررت كتب المصطلح إنه السن الأقل للسماع هو 5، بشرط أن يكون الشخص سليم الحواس والقوى العقلية، وهذا أمر كان موجود في الدبري، فاستصغاره بالسماع وهو في 6 غير موافق لقواعد التحمل والأداء التي قررها العلماء في مباحث التحمل والأداء. قال ابن الصلاح: وجدت فيما روى الطبراني. وجدت بقى، خلي بالك، ابن الصلاح من الناس اللي اتكلموا عن الأسانيد المتأخرة، وقال ان يعني تصحيحها صعب، لكنه كان يحافظ عليها، ولذلك اللي له رواية ابوه يقول روينا، واللي هو بدون رواية يعبر بعبارة تفيد عدم التلقي بالإسناد، فهو يقول: وجدت فيما روى الطبراني عن الدبري عنه أحاديث استنكرتها جدا، فأحلت أمرها على ذلك. أمرها اللي هي إن وجود النكارة فيها تكون من سبب اختلاط عبد الرزاق حين سمع الدبري منها. طبعا إحنا دلوقتي بنقبل هذا بشرط أن يكون الذي رواه الطبراني عن الدبري ليس من مصنفاته، لأن هيجي دلوقتي العراقي يقول مصنفاته ما تدخلش، فيبقى المرويات اللي من طريق الطبراني عن الدبري. طبعا اللي منكم يقرأ معاجم الطبراني يلاقي كتير قوي بهذا الإسناد، إن هو يروي عن الدبري عن عبد الرزاق بكثير من الأحاديث التي في مصنفه، فإذا كانت في المصنف فيبقى استنتاج الحافظ الإمام ابن الصلاح فيها غير مسلم، وإذا كانت مما ليس في مصنفاته يبقى الكلام يعني مقبول ويبقى يعني في محله. وقال إبراهيم الحربي: مات عبد الرزاق وليد دبري 6 سنين أو 7. قال ابن عدي: استصغر في عبد الرزاق. هل استصغر في عبد الرزاق يعني مسلم حسب القواعد؟ لا، استصغاره وهو ابن 6 أو 7 ليس في محله، لأنه في سن يجوز فيها التحمل، وقرر كل علماء مصطلح الحديث، وقيل لابن 5 سمع، وقيل لابن 4 حضر،
دي الألفيات اللي موجودة. فلذلك إن استصغار الدبري في السماع من عبد الرزاق ليس على قواعد المعروفة أو المشهورة من قواعد المحدثين. أنا لم أقف على أن كتاب الصوم بخصوصه لم يسمعه، فإن كنت يعني وقفت عليه فأنا أريد يعني أن تزودني بالمصدر الذي ذكر ذلك. أنا رأيت الألباني في ما الشيخ الشيخ الألباني في العادة ينسب، فإن كان قد نسبه إلى مرجع فلا بأس، لأن الفوت في السماع الطويل أو في الكتاب الطويل وارد مش بعيد، لكن يرد عليه أنه من العادة فيما يسمع أنه في نهاية الكتاب يجيز المسمع الحاضرين فيروون الفائت بالإجازة، وبالتالي فلا إشكال، لكن يكون الإشكال في سمعت في السماع، لكن أخبرنا يمشي، أنباءنا يمشي، هذا هو. تفضل يا شيخ. قال الذهبي: إنما اعتنى به أبوه فأسمعه منه تصانيفه وله 7 سنين أو نحوها، يعني اعتنى بالدبري أبوه فأسمعه منه تصانيفه، وقلنا إن تصانيفه ما يدخلهاش الاختلاط لأنها مكتوبة خلاص، والعبرة دائما بالكتابة، حتى لو حصل أي وهم في المسموع فهو بعد ما بيخلص بياخد النسخة بناء على كده ويقابلها بنسخة المؤلف، وقد كان ذلك أمرا متعارفا عليه. وقد احتج به أبو عوانة في صحيح وغيره. طبعاً أبو عوانة له صحيحه المستخرج على صحيح مسلم، وموجود فيه عبد الرزاق من طريق الدبري، فده دليل على أنه هو ليس مضعفا في ما يتعلق بالمصنفات، لكن إذا كان خارج المصنفات فالتقعيد العام يقتضي أنه لا يحتج به، وأيضا يحتاج إلى مراجعة مواضع روايات أبو عوانة هل هي متابعة ولا احتجاج، لأنه كثيرا ما يأتي في كتب التراجم أنه احتج بفلان وهو ما يكونش احتج به، فعلى الشخص أن يراجع. قال العراقي: وكأن شو بقى اللي هي المعلمة زي ما بيقولوا، اللي هي دي اللي انت تتعلم منها اهو، انه هو قال طب اذا كنا قلنا ده انه هو اختلط وانه كده توجيه المسألة ايه قاله. وكأن من احتج به لم يبال بتغيره لكونه انما حدث من كتبه لا من حفظه. اهو يعني أرجع المسألة إلى قاعدة في القبول، أنه يمكن أن يكون ما احتج به أبو عوانة في صحيحه من مرويات الدبري عن عبد الرزاق هو مما دخل في مؤلفاته، خاصة وأن احنا لحد الوقت اللي احنا قاعدين فيه مع بعض ده لم نحصل على كل مؤلفات عبد الرزاق. نحن الموجود في ايدينا الان قطعه من اماليه ومصنفه وتفسيره، هذا اللي في ايدي الناس منه، وايضا معروف لكم انه حتى مصنفه فيه قطعه من اوله ليست يعني موجوده، وممكن الحصول عليها او على احاديثها من واسطه ابو عوانه ده
أو من واسطة العلماء اللي وقفوا عن نسخة كاملة كالحافظ ابن كثير في جامع المسانيد، فهو يذكر في الطهارة أحاديث من مصنف عبد الرزاق بسنده ومتنه ليست في المطبوع. فممكن أدي توجيه العراقي أنه يكون اللي احتج به مش خالف القول باختلاطه، لا، يكون أخذ من كتابه، وبذلك يبقى منتسق، لأن احنا متفقين إن ما هو في كتابي ليس داخلا في الاختلاط. قال: والظاهر أن الذين سمع منهم الطهراني في رحلته إلى صنعاء. قلتك الطهراني ولا الطبراني؟ لا، الطبراني. دي الطبراني. دي الطبراني صح. دي الطبراني. النسخ اللي هنا الطبراني صح. لا، اللي هو الطبراني. نعم. قال: والظاهر أن الذين سمع منهم الطبراني في رحلته إلى صنعاء من أصحاب عبد الرزاق كلهم سمع منه بعد التغير، وهم أربعة: الدبري وإبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني، وإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن سويد، والحسن بن عبد الأعلى الصنعاني. ونستطيع أن نستبعد إحنا من الدبري ما هو في مصنفات عبد الرزاق. نعم. ونتوقف على عارم. أنا كنت متوقع أن إحنا نخلص المختلطين النهاردة، لكن إن شاء الله فيهم درس لعل الله عز وجل يعين عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.